بسم الله والحمد لله، الله أكبر كبير. الآن إن شاء الله تعالى وبفضله وتقديره وإشارته وإذنه نقارب آية واحدة من سورة الزمر كل قيد الله والسبيل. ماذا يقول مولانا وخالقنا وهدينا ورزقنا ومعلمنا؟ قل هل من شركائكم من يبدا الخلق فذلك كري ان كرياسيون بروميير انيسيال. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيد الى الكري في خلق الناس كرياسيون لا فا فير دوزيام كرياسيون. هذا الله أثار هذا التعجيز. تعلموا القرآن وكلام الرحمن كيف يعجز من يكذبه، من لا يعترف به، من يشارك أربابا ليس لها عقل في المشاركة، أرباب مخلوقات في أذهان مرضى ناس كما عندنا السياسيين وعلم أهل شو اسمه الإعلام أغلبهم من النوع هذا، يعني الحيوانات أفضل منه، الحيوانات اللي ما تجمش تنطق خير منه من يهار كلهم ينطق، حتى ربي يصل لهم جائعة وكملوا فهم باش يقول أنا أول من طبق القوانين، يعني كملوا فهم بقوا فاهمين ماذا يقصد مولانا بهذا التنكيل بهؤلاء المجرمين لي كوبابل لي كريمينال امبوستور كذابين افاكين. وقلنا لكم من البداية طول سنوات أكثر مع جنسين وقل لكم راهم أفاكون يا ودي في الانتخابات، قل لكم راهم دجالون كذبون راحوا مكسر لا فايدة باش تسمعوا كلامهم وتعيروا لهم انتباه. قلنا لكم هذا ولكن بما أن الشعب ليس شعب اسمي في معظمه فما يقبلش نصيعة من أهل القرآن أي مسلمين مؤمنين محسنين، ما تقبلوش من عيش وبرا ما تقبلوش وما شين الهلك للتهلكة، ومازال الله أعلم شيء أنواع أخرى من الضربات الإلهية لعلكم ترجعون بمعنكم يعني هذه ما مش ترجعوا تحبوا تجربوا الجنة وتكبكوا صابتكم تقول العام نعود إن شاء الله.